صباح الخير يا شباب، صباح الخير. كيفك؟ أنا حياة سبوع ممتاز. طيب، اليوم نتعلم عن الطقس. بعد ذلك عندي تقرير الطقس لأنت. طيب، هذا مطر. عندنا مطر كثيرا، يعني مطر بالجزارة. طيب، هذا ثلج. مثل ice like snow. طيب، الآن هذا قائمة. عندما عندنا قائمة كثيرا، يعني قيوم. طيب، هذا رعادية. هذه رعادية. يعني thunderstorm. طيب، هذا ذباب. يعني فاغ. هذا ريحة. Wind. And when we have numerous winds, ريح. طيب، خلاص. الآن عندنا تقرير الطقس لأنت. الآن يا شباب، عندي تقرير الطقس. الطقس اليوم جميل. الطقس هو حار وعاصف جدا. تصل درجة الحرارة 25. طوال كل النهار هناك شمس ممتاز. ولكن غدا الطقس عصيبي. الطقس هو بارد وهناك مطر غدا. تصل درجة الحرارة 10. ليس هناك ثلج غدا. طيب، طوال نهاية أسبوع، طوال هذه نهاية أسبوع، الطقس عصيبي بسبب الثلج. ولكن ليس هناك رعدية، يعني thunderstorm. تصل درجة الحرارة 300. طوال الشهر القادم الطقس معتدل. تصل درجة الحرارة 25. سوف نذهب إلى بحر بسبب الطقس جميل. إن شاء الله. شكرا، مع السلامة.